أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا الكرام، أخيرا وبعد غياب 5 أعوام عن المسرح الغنائي، جمعت شركة روتانا هذا الأسبوع الفنان عبد المجيد عبد الله بجمهوره وبأهل الصحافة، وكان لبرنامج سيدتي حضوره لهذه المناسبة من خلال المؤتمر الصحفي وهذا اللقاء الحصري مع النجم عبد المجيد عبد الله. نشوفه سوا. عبد المجيد عبد الله صاحب القلب الطيب وحامل لقب أمير الطرب، يعود اليوم ليملأ الساحة الفنية والإعلامية بتصريحاته وأغانيه. سنوات الغياب التي فرضها أمير الطرب استطاعت روتانا أن تمحوها هذا الأسبوع بعد أن جمعته بأهل الصحافة الخليجية والعربية، فكان لقاء حول أسباب الغياب وظروف العودة. هو غياب فقط عن الحفلات العامة المصورة، ولكن أنا متواجد من خلال الألبومات والحفلات العامة، شوية كان في تقصير. العودة حميدة إن شاء الله من خلال روتانا. 4 مراحل فنية ميزت حتى اليوم المسيرة الاحترافية لعبد المجيد عبد الله، فانطلق مع الكبار وفسح المجال للشباب لمشاركته نجاحه، فأكد أنه رقم صعب على الساحة السعودية. في مرحلة مهمة اللي هي كونتني الآن، يعني هي مرحلة خالد الشيخ اللي من خلالها قدرت أنا أدير اللعبة، يعني هو كون شخصيتي وكون سكة. ليه ما بقى شفنا هذا التعاون بأغاني جديدة؟ إن شاء الله نرجع، بس يعني شد اللي حلو على قول أخوانا اللبنانيين، شد اللي حيلك. بس إنما يعني خالد بلا شك إنه طاقة غير طبيعية. أغاني عبد المجيد عبد الله استطاعت منذ التسعينات أن تخلق حالة خاصة على الساحة الخليجية، فيما برزت شهرته عربيا من خلال أغنيتي يا طيب القلب ورهيب. أنا أقول أغاني أرزاق، يعني هذه الأغنيتين رزقها كده ونجحت للعالم العربي وعرفت، زي ما الأستاذ محمد عبده نجحت له أبعاد ونجحت له الأماكن، هلا بالطيب الغالي. هذه أغاني تتوفق مع الإذن العربية. إحنا محتاجين الآن جيل شاب متغير تماما، ننتظرها، هذا التغيير كامل حيكون، لأنه إحنا واقفين إلى الآن في 2000، بس محتاجين التغيير. الصفحة كده واقفة، محتاجة تطيح عشان يصير فيه تغيير. شو يعني تحديداً؟ عشان ما تفتش تحديداً؟ في طرح في الكلمة وفي اللحن. عبد المجيد عبد الله كان قد استقبل عام 2014 بألبوم جديد مع روتانا حمل عنوان الخطايا 10، ضم 15 أغنية وجاءت بعد تقديمه ميني ألبوم من 4 أغاني. كل ألبوم له ظروفه. الألبوم ده طبعاً مر بظروف شوية صعبة يعني، و الحمد لله أننا تجاوزناها، لكن أعتقد أنه يعني في خلال السنة وسنة ونص لازم يكون عندي ألبوم، يعني إذا مو ألبوم أقلها مني ألبوم. إذا مشاهدينا الكرام، عودا حميدا للفنان النجم عبد المجيد عبد الله، وإحنا ما زلنا مستمرين بتقديم ما هو جديد للفنان عبد المجيد عبد الله، حيث يقام على مسرح أرينا في مدينة جميرة. نظمت شركة روتانا الحفل الأول للفنان عبد المجيد عبد الله بعد غياب 15 عاما عن دبي، وأيضا الزميل إلي نخلة كان هناك وعاد لنا بهذه المقتطفات الحصرية لبرنامج سيدتي، نتابع. على مدى أكثر من 3 ساعات اختصر الفنان عبد المجيد عبد الله 30 عاما من مشواره الفني، فأطرب جمهوره الذي تخطى 3000 شخص. إمكانيات ذات مستويات عالية وضعتها روتانا في تصرف هذا الحفل، فشهد تنظيم عالي المستوى فاق كل التوقعات. يعني المهرجانات ساعات تيجي نعمل 6-7 ليالي كلها، هذا الحفل اللي هي ليلة واحدة ولفنان واحد يمكن نفس الاستعدادات ويمكن أكثر بعد. كل هذا ليش؟ كل هذا لأن تركيبة عبد المجيد من النوع أن دائما عنده تخوف ان الموضوع يكون ناجح ولا مش ناجح، بالعكس هذا انا اشوفه انه شيء كويس. فانا بصراحه يعني حاب اني اريح على الاخر، فبالتالي وفرت لك كل السبل
اللي تخليه يتحمس ويرجع للساحة الغنائية اللي هي طبعا ساحة المسرح. مع الفرقة الموسيقية أبدع عبد المجيد عبد الله في تقديم أغانيه الجديدة، ورفض أن يتخلى عن رفيق دربه العود في تقديم أغانيه القديمة ليشتعل الجمهور رقصا وغناء معه. حفل دبي انتهى وانتهت معه قطيعة 15 سنة، واللقاء المقبل في الصيف مع روتانا في لندن، وفي عيد الأضحى سيكون اللقاء في الكويت. إذا مشاهدي الكرام، بانتظار كل ما هو جديد وإبداعات الفنان النجم عبد المجيد عبد الله. والآن نستمر بفقراتنا وفقرتنا الأسبوعية بالتأكيد مع مزين الشعر جو رعد واللوك الجريء الذي لا يخلو من الأنوثة. خلينا نشوفه سوا. حلقتنا اليوم جريئة وغريبة. اليوم الصبية اللي معنا حابة تعمل لوك ما عملته قبل هالمرة، طبعا هو جريء لكن بنفس الوقت حلو. الخطوات اللي اعتمدناها هي اولا غيرنا لون الشعر، وطبعا عملنا لون شوي على عسلي. الخطوة الثانية عملنا فوليوم لميل الثانية، وطبعا قصينا الشعر على الصفر بالماشين مثل ما نكون شايفين. وطبعا لنقدر ناخد هيدا اللوك بهيدا الحجم بهيدا الفوليوم اللي موجود اعتمدنا شغلتين. اول شغلة استعملنا البيبيليس يلي بيعطي كثافة للشعر وبيعطي طعجة كمان مجنونة، وبنفس الوقت استعنا بالإكستنشن. نسقنا كتير ما بين الميك أب اللي عمله أحمد مع الشعر يلي بيشبه هيدا الميك أب. اللوك كله على بعضه جريء فيه أنوثة لكن بنفس الوقت حيكون غريب. قد ما هو جريء قد ما هو جديد لكن كمان بنفس الوقت فيها أي سيدة أي أنسة تقدر تعمله، لأنه ساعة اللي بدها بتبرم شعلها لميل التاني وما بيبين أنه هي عملت هيدا اللوك. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم هاللوك الجريء واللي فيه كتير من الأنوثة. الأسبوع الجاي بشوفكم بإذن الله بأفكار جديدة. إذن شفنا الطلة اللي كان مجهز لنا هي مزين الشعر جو رعد. يمكن هي حلوة بنظر البعض لكن هي يحتاج لها جرأة كبيرة جدا عشان المرأة تحلق نص شعره، ولو انها درجت شويه هذه الايام. عموما مشاهدينا الكرام، ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل تعرفي على اهم اسباب التعقيدات وراء شخصيات المرأه.